اول الاجراءات، انا عندي اضطراب الهويه الجنسيه، وفي كليه التربيه الرياضيه سنه اولى مش في سنه ثالثه زي ما مواقع كتير نزلت الكلام الغلط ده. لا ده كل اللي نزل ده كلام غلط، الكلام الصح اللي انا بقوله واللي بيتقال ده. وانا لسه يعني في سنه اولى، وهحاول ان شاء الله او ان انا اعمل تجميد في العام الدراسي لحد لما يكون معايا ما يثبت شخصيتي كولد او كبنت. وانا يعني الحمد لله بدات ان انا اغير في الشخصيه بتاعتي، مش هرجع ابدا اللي انا كنت فيه كبنت. انا الحمد لله بقيت ولد دلوقتي وبتعايش كل حياتي كولد، ولسه الاجراءات كلها في القاهره يعني، ولسه انا بمشي فيها، بدات في اول خطوه. مبتدا دوت كوم.